قبل سنتين من الآن، تحديداً سنتين قبل قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في المحروقات وما تلاه من آثار سلبية انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن العادي. زيارة إلى أحد الأسواق بمدينة الدار البيضاء كانت كفيلة بمعرفة مدى الضرر الذي لحق المغاربة سنتين بعد قرار الزيادة. البسطة عم يقول كانت ب 30 ريال، اليوم دايرة 4 درهم في السوق بالجملة. ايوا كانت الاسعار شويه مناسبه بالنسبه للمواطن. دابا القدره الشرائيه ديال المواطن ما يقدرش على تعرفي المدارس وكلشي كلشي غالي. شحال كنتي كتاخذي مثلا كيلو ديال البطاطا ولا ايوا 3 دراهم 2 دراهم ونص، ودابا 7 دراهم 8 دراهم راه بزاف. كانت الوقت شويه رخيصه والترونسبور كان رخيص، دابا ملي تسات المازوط كاين شويه الثمن زايد، ولكن كان مندرين تقريبا الى غلا كاع كيدير 4 دراهم 5 دراهم الى غلا. تأكيد المواطنين حول انخفاض أسعار الخضر والفواكه قبل سنتين أقره عبد الله بن كران رئيس الحكومة في أول ظهور إعلامي لتبرير الزيادة الأولى في المحروقات، موثقا بصوت والصورة أسعار الخضر والفواكه أنذاك وفق إحصائية رسمية. الرباط نعم سيدي، لبنان كانوا ب 10 دراهم ولاو ب 8 دراهم. هذا راه ماشي الإحصائيات ديالي، هذه راه ديال الجهات المختصة. فهمتيني ولا لا؟ البصله كانت بجوج ديال الدراهم و30، باقيه بجوج ديال الدراهم و30. الليمون كان بثلاثة دراهم و50، باقي بثلاثة دراهم و50. البطاطا كانت بجوج دراهم ولات بجوج دراهم و20. التفاح ديال البلاد كان ب 8 دراهم ونص ولا ب 9. التفاح المستورد كان ب 18 درهم، باقي ب 18 درهم. مطيشه كانت ب 50 ريال ولات ب 52 ريال. بالنسبه للمدن الاخرى، الجهات الاخرى، راه عندي هنايا مسائل رسميه ديال الجهات كلها، هي تحولات محدوده جدا. الارتفاع المحدود على حد وصف بن كيران سرعان ما انتشر كالنار على الهشيمة، فصار بعد سنتين ارتفاعا صارخا لجميع المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن، وما قفة المأكل إلا نموذج واحد من ذلك. كل شيء دابا ولا شوية طالع. دابا عندك تفاح، كاين دابا كاين تفاح من 12 درهم حتى 15، وكاين عن مدروك حاليا البيض من 12 حتى 15. الليمون على حسب، كاين الجودة 10 درهم 12 درهم، والعادي راه كيدير 7 دراهم 8. البطاطا كانت ب 40 ريال بجوج دراهم، دابا دايره 4 دراهم. شحال كياخذ المواطن؟ المواطن 5 دراهم، 5 7 دراهم ما مقاداش، 6 دراهم 7 دراهم، البطاطا البيضاء 7 دراهم، الحمراء 6 دراهم، خيزو 140 ريال، هادشي بزاف. مطيشه 5 دراهم 6 دراهم، شخرشف 6 دراهم، الخضره كلها مديره، ولكن الزياده بزاف على المواطنين، بزاف عليهم، هادشي الغلا بزاف عليهم. كاين اللي في حالو كيوصل لها، كاين اللي ما كيوصلش ليها، كاين المسكين اللي ما تيوصلش ليها. بزاف البطاطا كنا كنتخدوها ب 60 ريال، دابا كنتخدوها 120 ريال، بزاف هادشي. 140 140 الفلفله 160. الزياده في المازوط وليسانس، هادشي هو الدجاج الحوت، كلشي بنادم ما كيلحقش لحد الحاجه. كاين المواطن اللي ما تيلحقش على الحاجه، كيشوفها بعينيه وما كيلحقش ليها، واحد عنده واحد ما عندوش. فقه المواطن إذن أن المشكلة الأساس يرجع إلى الزيادة التي طالت المحروقات، مشكل يطرح استفسارات ملحة، أولها كيف وتحت أي ذريعة يتم استهداف جيب المواطن، وليس آخرها أين مواكبة الحكومة بعد اتخاذ القرارات الاستراتيجية في حق الشعب والوطن. المازوط دابا طلع ضروري خص التسلا غتطلع، يعني هادشي كيضركم نتوما التباعد كيضرنا. ضروري دابا حنا ماشي كيضرنا، كيضر المواطن حتى هو. دابا المواطن ولا كيتشكى بزاف، مابقاش كيتقدى داكشي اللي كي اللي مولف كيتقدى قبل عامين، الا كان كيتقدى بزاف كان كيتقدى بواحد السلعه كثيره، دابا ولا كيدير لنا الزياره. كلشي تزاد، كلشي غالي، كلشي تزاد. ولا الكوتيديان داكشي اللي كيدير بنادم في الكاميله يوميا، بطاطا مطيشه بصله كلشي يزيد، كلشي غالي. حتى نفس الشيء، نفس الشيء ملي تزاد في المازوط تزاد في كلشي، تزاد في الحوت تزاد في اللحم تزاد في كلشي، كلشي تزاد على حساب المازوط. دي السير تا هو تقريبا ما كناخذوش، كناخذو غير النص والنص الاخر صافي كنسمحوا فيه، حيت ما كيكفيناش داك الثمن، ما كيكفيناش بزاف غالي. نعم اللي دويتي ما تيقول لك زادوا في المازوط، اذا راه كلشي غالي. وبزاف هادشي وكوك الحق. هكذا إذن بقي المواطن المغربي وحيدا في نزال مباشر يتلقى فيه المغاربة اللكمة تلو الأخرى، لكمة من ارتفاع الأسعار ولكمة أخرى من قرار حكومي، ومن يدري فلربما هناك لكمات قاتلة في المستقبل.